السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي ندويو على واحد المسألة ولا واحد النقطة اللي هي كتهتم بالناس جو التيران فقط، يعني بالنسبة للدراري بشكل مهم، وكذلك بالنسبة للناس اللي كيقراو يعني بالدوزيام كلاس. اتفقنا هاد المسألة هاجي هي إلا تكلفتي بواحد الخدمة وهاد الخدمة هاجي أعطاوك أنك تأمبلونتي ليهم واحد لاكوت او لا واحد لو بوين زاد او لا واحد لالتيتود، كاع عادو سميات اللي هما بحال كيطلبوا منك سيجي كيقول لك عندنا في البلون ارشي عندنا واحد لاكوت كمثال، عندنا مثلا 450.50 كمثال، وبغينا حنايا نامبلونطيوها. دونك مثلا خصني ندير واحد الخط نقول باللي هاجي هي لاكوت 450.50 كمثال. اتفقنا؟ نتايا راه بطبيعه الحال اشنو خصك دير؟ اتفقنا؟ اشنو خصك دير؟ الحوايج الاوليه اللي خصك ديرها هي انك تكون جايب واحد الراتاشمون التيميتريك اللي تكون ان جي ام، اولا سواء تكون ان جي ام سواء تكون راتاشي في هذيك لا زون اللي انت فيها، فهمتي؟ يعني تكون راتاشي في هذيك لا زون اللي انت فيها. مزيان، انت سيدي جبتي الراتاشمون ديالك، عندك واحد لو بوين ولا واحد الروغار، حيت هادوك لي بوين اللي كيكونوا راتاشي اغلبيه ديالهم سورتو اللي كيكونوا في وسط المدينه اغلبيه تيكونوا دي روغار، فهمتي؟ لاكس ديال الروغار كيقول لك مثلا كتمشي للوكاله ديال الماء والكهرباء تيعطيو هذيك، حيت هما اللي تيخدموا بهاد المسائل، فهمتي؟ تيعطوك مثلا تيقول لك هذا الروغار هذا راه لاكوت طومبون ديالو هي مثلا 396 كمثال، لا كوت طومبون سي تادير لا كوت ديال فوق داك الروغار. اتفقنا؟ مزيان، اشنو كتمشي كدير نتايا؟ خصك تمشي تسول بعدا الشاف شونتي اللي مسؤول على هذاك الورش، تقول ليه فين بغيتي هاد البوان. اتفقنا؟ فين بغيتي هاد البوان؟ اول حاجه من بعد ما غادي يقول لك ها البلاصه فين بغيتها ولا كذا، مثلا بغيتها هنايا، بغيتها في هاد الكروه هاجي، بغيتها في هاد الحيط، بغيتها في هاد المساله، هو والحاجه اللي غادي يخدم بها. اشنو كتمشي كدير نتايا؟ كدير شومينمون ديالك، هادي هي الحاجه الاولانيه، دير شومينمون وعلى الاقل على الاقل يكونوا فيه دو بوين اللي دوزتي منهم يكونوا حدا هذيك البلاصه اللي قال لك هذاك الشاف شونجي. مثلا قال لك هاد البلاصه هادي، انت جي وحط دو بوين، ما خسرت حتى شي حاجه ياك. دابا نقول لك علاش دو بوين، وتمشي تجيب شومينمون ديالك والمسائل وتفيرمي ويكون داك الشيء اكزاكت. دونك اشنو غادي يولي عندك دابا؟ غادي يولي عندك زاد اكزاكت ديال هذيك دو بوين اللي حدا البلاصه فين بينا نديروا لامبلونطاسيون ديالنا. مزيان، واحد الحاجه اللي ما سولتونيش عليها، شنو هو الماتيريال اللي غادي نحتاج؟ راه بطبيعه الحال مادام كندوي على الالتيميتري، الا وانني باش تكون عندي لا بريسيزيون، اشنو خص يكون عندي؟ خص تكون عندي نيفالمون ديريكت، يعني خصني نخدم بالنيفالمون ديريكت، هذه هي الحاجه الاولانيه. وبالنسبه للماتيريال تريبي نيفو دو شونتي وكذلك مير. مزيان، المهم كيف ما قلنا نرجعوا للقوس اللي سجينا، قلنا يا سيجي عندي دو بوين. مزيان، هنايا غادي نبدا لامبلونطاسيون ديالي. دونك اشنو خصني ندير؟ غادي نستاسيوني فواحد البليصه ياك اللي تكون كتشوف ديك البلاصه اللي بغيت نامبلونطي فيها، كانت بطبيعه الحال خصها تكون قريبه ليا. علاش؟ حيت انا دوك دو بوين خديتهم بعين الاعتبار انهم خصو يكونوا قراب، مثلا ما بين البوين وديك البلاصه لامبلونطاسيون ما تكونش واحد 40 متر وكذا، فهمتي؟ مزيان، اشنو كنمشي كندير؟ كنستاسيوني ما بين البوان اللي عندي وما بين البوان اللي بغيت نامبلونطي، ما بين البلاصه فين بغيت نامبلونطي، كنشوف ليكتور اغيير ياك، كنشوف ليكتور اغيير تما، كنشوف ليكتور افون، كنحدد واحد البليصه. مثلا حددت هنايا، رد معايا البال، حددت هاد البلاصه حطيت فوق منها الامير ياك، كنجي كنجي الكالكول ديالي زيد دو ريفيرونس بلس ليكتور اغيير موان ليكتور افون هنايا. دونك انا داك الزيد اللي بيخرج ليا ديال هاد البلاصه، عطيني عقلك، ديال هاد البلاصه ياك، كمثال خرجت ليا 400
459 اي كمثال خرجت لي 459. انا علاش كنقلب؟ كنقلب على 450.50 شحال باقي ليا ليها؟ متر و50 متر و50 للفوق، حيت الزاد باش ما كطلع باش ما كيتزاد القيمه ديالو. دونك من هذيك البلاصه اللي انا ترصيت خصني نجيب المترو ونطلع بمترو و50، اتفقنا؟ ونعلم. واش صافي غير علمت نزقى؟ لا، خصني نحط فيها الامير. كنمشي لديك البلاصه وكنحط، اما هو ما كتكونش هاد ما كتكونش هاد مترو 50 كاع، تكون تقريبا شي 50 سنتيم 40 كدا، حتى تجي قريبه تقريبا، فهمتي؟ كنمشي وكنحط فيها الامير. ملي كنحط فيها الامير شنو كنجي؟ كنجي للكونترول دامبلونطاسيون، يعني خصني نشوف عاوتاني لاغيير في هذيك البوان، ياك نشوف لاغيير ونشوف لافون في البلاصه فين ترصيت. وفاش نكالكولي خصني نطيح في نفس لاكوت اللي انا بغيت نامبلونتي، يعني خصني نجي ليكشور اغيير، يعني نجي زيد دو ريفيرونس بلس ليكشور اغيير موان ليكشور افون، وملي نحسب لاكوت تعطيني 450.50 اللي انا اصلا بغيت نامبلونتي، اتفقنا؟ يعني هادي هاد لا ميثود هادي ديال لامبلونطاسيون صالحه في اي بروجي، صالحه في اي مكان، صالحه لايتها حاجه، اتفقنا؟ دونك نتمنى ان هاد المساله هادي تكون نفعاتكم بزاف، حيت راه ضروري انت كتوبوغراف اولا انت كتوبوغراف راه غادي تحتاجها، غادي تحتاجها. الا ما احتاجتيهاش في التيران راه بطبيعه الحال غادي تحتاجها في البيرو اولا في لي زيكزيرسيس، اتفقنا؟ دونك نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هاد المساله هادي بشكل المطلوب. واي واحد بغاني انني ندوي على شي موضوع يخليه ليا في التعليقات، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.